السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم برندن نقشط عبد الودود للشيخ. أرحب بإخوتي في المنبر، خاصة منبر البندر. لقد افتتحت ورشة سابقة وهي عبارة عن الصورة التي تشاهدون أمامكم، ويبدو أني انتهيت من الورشة. لقد قمت بعمل كما يمكنكم كما تشاهدون في الفيو، قمت بعمل إنغاب الجدار، إعدادات دفء. قمت بعمل إنغاب للفلور، قمت بعمل ريبيت 5 مرات. لخامة الزجاج عملت ترانسبيرسي ريتريس ماتيور 1.40، الميرور 0.17. لإعدادات الإضاءة وضعت شمس وعملت قوة الإضاءة 1.760، سكاي اتموسفير ري شادو، وفي إعدادات كاميرا اخترت ليميت. قمت بعمل رندر على البلندر الافتراضي، والآن قمت بالتجربة على رندر فيري. هذه التجربة الأولى، تجربة أخرى. هذه التجربة التي أخذت فيها، وهي لا تختلف كثيرا عن رندر بلندر. سأحاول أن أعدل بعض التعديلات حتى يكون المشهد أكثر واقعية. شكرا لإصغائكم، وأنا مستعد لكل الاستفسارات والمشاكل، وسأقوم برفع لقد قمت برفع الملف، وهو جاهز للتحميل، يمكنكم التعديل عليه كما أردتم. شكرا، إلى درس، إلى موضوع قادم. شكرا لإصغائكم.